ديمقراطية وأبان على نضج الكروي والرياضي لجميع مكونات فريق النهضة البركانية، وتم تجديد يعني الثقة في لائحة الفريدة، اللائحة الفريدة السيد عبد الحكيم عبد الله، وهذا دليل إن دل على شيء فيما يدل على هو تجديد في الثقة في هذه يعني اللائحة وفي السيد الرئيس نظرا لما قدمه لفريق النهضة البركانية من تضحيات وما أبانت عنه نتائج الفريق، وآخرها تتويج الفريق ب يعني كأس العرش الغالي على كل المغاربة. فهذا سيضفي يعني مزيدا من الثقة ومن التشجيع، وأبان على التفاعل مع الحاضرين ومع السادة الصحفيين وكل أعضاء يعني الجمعية العمومية لفريق النهضة البركانية، من خلال أسئلتهم وتفاعلهم أبانوا عن يعني أن هذا المشروع النهضة البركانية هو يعني فوق السكة الصحيحة، وأن فريق النهضة البركانية هو علامة صعبة على المستوى الوطني والدولي الإفريقي، وإن شاء الله كل الجهود وكل يعني ستكون يعني موجهة نحو الظفر النهضة البركانية بالبطولة الوطنية. وكذلك كانت واحد يعني مداخلة السيد المدير التقني المدير الأكاديمية على مسألة التكوين في النهضة البركانية اللي أصبح لإنتاج اللاعبين مرموقين، وهذه السنة إن شاء الله النهضة البركانية بتضافر الجهود وتفاعل جميع الفعاليات سواء ديال الجمهور الصحافة الفريق المسير وكذلك الأعضاء المنخرطين من أجل هذه السنة تكون هي سنة إن شاء الله ديال يعني فريدة، ويكون فيها النهضة البركانية متألق بنجومه، وخصوصا انه هذه السنه يعني الفريق يعني استطاع ان يستقطب مجموعه من العناصر يعني اللاعبين في المستوى الوطني ستكون لهم الكلمه. شكرا لك. شكرا صدرك.